لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يفتح الموسم القادم طبعا واحد كراسه فوق البوديوم، مابقاش الهدف الا البوديوم. ما مزيش نحكيو عليه. انا الاستراتيجيه تاعي ديجا درك في الريكريتمون كفاح نلعب الوحده، انا مبازي على الشامبيونه ساهي الاولى. انا ما نديرش الغلطه تاع الجياسكا، ما نديرش الغلطه تاع الثوره، ما نديرش الغلطه تاع السياسي في 2018 وين ركزت على كاس افريقيا تقريبا طحنا. انا قديم في الفوتبول، انا ما يجيش يكلعني واحد. قلت لك انا نشوف بعيني مش بودنيه. انا نقول لك السياسي كون يزيدونا دركا امكانيات تاع 30% العام الاول، احنا ما نطلبوش المحال. اخويا لي زيكيب لي ديو 200 مليار بصحتهم، بصحته لي دي 200، حنا عطيونا 30% زايدة على البيجي اللي عندها، ولا طلعونا غير ل 100 ولا 110 ولا ما تخليوناش، اعطيوهم 300. هنا ابو الحبيب، هذا رئيس المدير الرياضي لشباب قسنطينه المدعو سوسو، قال لكم باللي ما نديرش الغلطه تاع شبيبه القبائل. واش يقصد على الاداره السابقه؟ اداره ياليشان، انها لما كلاسات دوزيام راح تركزت على كأس إفريقيا، ركزت على كأس إفريقيا وخلت الشامبيونة لقات روحها شعرة وطاحت، وهذا بسبب الإمكانيات. يعني ما عندهمش صوارد باه يقدروا يلعبوا على الجهتين، خاصة في الأفريق الأموال اللي يقصد بها لازم زيدونا 30% وكذلك يقصد باللي الأموال، لازم الأموال ما نغلطش الغلطة تاع شبيبة قبائل. وشفنا شبيبة قبائل في أو قبل ما تأهل لدور المجموعات عانت ماديا لولا تدخل بعض الأطراف وبعض الأموال اللي أنقذت شوية شبيبة قبائل، خاصة في الطائرة وكذا، نتذكر ذلك. صح، عاش شبيبة قبائل هذه المشاكل. هو في قوله أنه ما يغلطش الغلطة تاع شبيبة القبائل لأنه ماديا ما يقدرش، قالك نركز على البطولة ماديا، لو يزيدوني 30% البيجي تاع العام الفارط يمكن نروح بعيد في هذه الدورة. أنا نظن باللي حسابيا هكذا لو شبيبة قبائل حسبت، ونتمنى أنه التسيير في شبيبة القبائل يكون واعي ويحسب مليح لما آتي إن شاء الله يا رب العالمين. واش رأيكم فيما قاله سوسو؟ هو قصد الإدارة السابقة على ياليشان وأخطائه مع إدارته السابقة. لايك الفيديو، أبوني في القناة، واتركوا لنا تعليق لما محمد بو الحبيب سوسو المدعو سوسو رئيس أو مدير رياضي لنادي شباب قسنطينة. يلا مع فيديو جديد وأخبار جديدة. السلام خوتي.